أعاذنا الله وإياكم منها، كيف ذكرت في القرآن وما هي طبقاتها أو أبوابها وما علاقة واد قرب القدس باسمها وكيف ذكرت قبل الإسلام؟ أولا طبقات النار يوم القيامة: 1 جهنم أخف أنواع العذاب ويدخلها أصحاب الكبائر من المسلمين والعصاة، وفيها تأكل النار لحوم الناس. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. 2 لظى ويدخلها كل من ابتعد عن التوحيد، وفيها تأكل النار اليدين والرجلين. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. سقر وفيها تأكل النار كل اللحم وتترك العظام فقط لزيادة العذاب. هما يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الحطمة وفيها تكسر العظام وتؤكل القلوب، وتسقط النار كالصقر من السماء وتنزل على وجوه وأيدي من يسكنها. كلا لينبذن في الحطمة. الجحيم ويعذب المشركون بالله فيها بجمرات الواحدة منها أكبر من الدنيا وما فيها. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. السعير وفيها 300 قصر، وبكل قصر 300 منزل، وبكل منزل صنف مختلف من صنوف العذاب كالحيوانات السامة والشرسة وغيرها. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. 7 وأخيرا الهاوية، وفيها يهوي الناس إلى قعر النار دون العودة منها أبدا، وفيها بئر عميقة من نار وعذاب عظيم، وهي للمنافقين وقوم فرعون والكفار. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. جهنم عبر العصور والأديان القديمة. ذكرت جهنم في شعري عنترة العبسي بمعنى شيء مهين وعذاب، حيث قال: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. وذكرت جهنم في التاريخ القديم باسم وادي هانوم، ووادي هانوم هو واد خارج القدس يحيط بالبلدة القديمة، واستخدمه العهد القديم بمعنى وادي العذاب، واستخدمه أيضا باسم وادي جهنم، وهانوم معنى جهنم باللغة العربية، وهي كلمة عبرانية بمعنى وادي جهنم. صفات جهنم: وصفها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بشدة الحرارة والبرودة وسوادها الليلي مع طبقات متعددة. ودور القرآن الكريم في توضيح دخول الكافرين والعاصين إليها: ذلك جزاؤهم جهنم. أما حجر جهنم فهو حجر ناري أسود، ومعنى جهنم هو بئر جهنم، حيث يؤمن المسلمون والمسيحيون أن جهنم شديدة الحرارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وأيضا أن فيها برودة شديدة. قال أيضا رسول الله: إن أشد ما تجدون من البرد هو من زمهرير جهنم.